يا هلا وسهلا، انا سلطان وتوني نازل على مطار جده. المفروض ان خويي يكون معانا في هذه الرحله عشان يوديني على اكثر الاماكن سريه في جده، لكن للاسف سحب علي. بس خلي معاي هذه السياره وانا معاي جوجل، ويلا ويانا. وصلنا جده، احتاج صديق اخر برضو ونيس ويعرف دهاليز جده كلها، ولقيت الشخص المناسب. دعواتكم بس ترد علينا. بيكو هلا وسهلا، كيف الحال؟ صحيح كأنك دارية، أنا في جدة وتوني واصل، والصراحة وقتي محدود وأبغى أستكشف جدة كلها. كفو 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 بيكو، خلاص أنا الحين جايك، أرسل اللوكيشن وعلى طول مسافة الطريق إن شاء الله. هذا اللوكيشن وعلى الماب على طول، توكلنا على الله. وهذا أنا وصلنا الآن البيكو. وعليكم السلام. يا هلا والله. يا هلا يا هلا فيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تو منورة جدة. بنورك الله يخليك. أخيرا شفناك. من جد والله أخيرا. كيف حالك؟ كيف كانت رحلتك؟ والله الحمد لله تمام. يعني صراحة أنا مرة متحمسة إنه أنا أمشيك في جدة وأوريك كل مكان رهيب. أتوقع اللي في بالي إني أجاوب على الرسالة الغريبة اللي وصلتني الحين. أوكي. خلينا نشوفها مع بعض. دعونا نعود للماضي ونستكشف معا أحلى الذكريات. أنا أقدم مكان في جدة، فمن أكون؟ المفروض عندك الجواب. إيش يا عمي؟ حنفكر، افتح جوجل. يلا خلينا نحطها في جوجل. يلا، ما هو أقدم مكان في جدة؟ منطقة البلد. صح، جدة تاريخية. أنا أسمع عنها صراحة. ما قد رحت جدة تاريخية؟ أبداً. مرة راح تنبسط. يلا Let's go. على البلد. لوكيشن البلد. إيش جديد الفلوقات عندك؟ جديد الفلوجات، في فيديو اخر واحد نزلته طبخنا واحنا مقفلين عيننا. اوكي. وواحده مقفله عينها، واحده مقفله اذنها، واحده مقفله فمها. اه اوكي. وطبخنا وكل شيء كان مخبص، فمره كان حلو، مره كان يضحك. طيب اطربينا يا بيكو، ايش في اغاني حلوه؟ اطربك هذه لعبتي. عين حب خذنا بعض، عين حب عين شوق لهفة قلب، عن حب ايه عن حب. والله شايف كيف؟ مرة حلو صح؟ هذا البيت وشو بالضبط؟ شوف أنا أعرف البلد بس مو مرة أفهم في التاريخ حقها وهذا حق مين. طيب فجبت لك واحدة اسمها أبرار، هي مرشدة محلية على خرائط جوجل. يا سلام. أوكي. سلطان أبرار. أهلاً أبرار، كيف حالك؟ الحمد لله، نور جدا. نور نورك. أنا بسألك سؤال، مرشدة محلية على خرائط جوجل يعني إيش بالضبط؟ خليني أمشيكم في البلد وأحكيك إيش يعني مرشد محلي على خرائط جوجل، أو اللي إحنا بنسميه بالإنجليزي اللي هو local guide on Google Map. تقدر تضيف أنت تقييماتك للمحلات، تضيف تعليقاتك على عن تجربتك في الأماكن، تقدر تجاوب على أسئلة الناس، تقدر تضيف صور، تضيف فيديوهات، ممكن تعدل بعض المعلومات اللي ممكن تعتقد إن هي خاطئة مثلاً زي رقم. طيب كيف كيف الواحد يكون مرشد محلي؟ أحس تصلح لك صراحة. بكل بساطة عن طريق التطبيق حق خرائط جوجل، جوجل مابس. في هناك خيار تقدر إنك أنت عن طريق لو ضغطتي على يعني أي أحد يقدر يسجل، أي أحد يقدر يسجل، لازم يكون عندك بس حساب على جيميل. صراحة المنطقة برضو غنية ومرة مليئة بالتراث. بس حابة أنوه إنه المشاركة على خرائط جوجل as a local guide هي مشاركة تطوعية، لكن زي ما قلت إنه هذا الشيء بيساعد إنك بتعرف الناس في بلدك وحتى زوار البلد إنهم يتعرفوا على المحلات اللي هنا وتقييماتها. صراحة جهد جميل جدا اللي قاعد تسويه. بس أنا عندي سؤال. تفضل. إلى الآن كم مساهمة سويتيها في خرائط جوجل؟ إلى الآن عندي حوالي 7000 مساهمة، ومجموع مشاهداتها حوالي 42 مليون مشاهدة. ما شاء الله. ما شاء الله. أيوه. تبارك الله. الحمد لله. هذا المبنى شكله جميل صراحة. صح. وش هو بالضبط؟ يلا أنت حذر، هذا بيت مين؟ جرب جوجل لينس. جرب جوجل لينس. صح. مكتوب بيت نصيف. يا سلام. والله رائع. والمكان أصلاً والمحيط حلو مرة. وفي اسواق كثيره اعتقد موجوده حوله بعد. صحيح، هذا سوق العلوي، ونحب كمان اوريكم مكان. هذا اللي احنا ندور عليه صراحه. تورينا مكان سري؟ اكيد. فهذا المكان اسمه زقاق العطاره، وتسمى بهذا الاسم لانه العطارين كانوا في القديم ما بيزرعوا النباتات العشبيه الطبيه، ويزرعونها هنا في هذا المكان. صحيح، يزرعوها في هذا المكان. من الاشياء صراحه اللي انا جدا فخوره فيها كاحد سكان جده انه هذا الزقاق ما كان موجود على خريطه جوجل، لكن لما جيت هنا وانبهرت صراحه بالمكان وشفت اسمه اضفته على خريطه جوجل. المكان جميل صراحه ويشدك، تفاصيل كثيره. لكن قبل ما امشي عندي لكم لغز من جوجل. الله يستر على الغاز. هو بيت قديم لأكبر تاجر شاي في جدة، فما هو؟
تعطينا الجواب ولا برضو حنا نحل؟ لا هو لغز عليكم انت تحلوا. جوجل والله شكله جوجل في الاخير. من هو اكبر تاجر شاي في جده؟ باعشن. بيت باعشن. ايوه انا اعرف فين بس ما اعرف بالضبط فين الاتجاهات. خرائط جوجل. يس افتح خرائط جوجل خلينا نمشي عليها ونشوف. تقريبا يبعد من هنا 6 دقائق مشي. ايوه مره قريب. يلا ليتس جو. هو قريب من هنا اتوقع مره ما حد مألوف. الخريطه تقول نروح يسار الحين. ايوه هذا هو بيت باعشن. يا سلام. تعال بسرعه. والله مره راح تنبسط. مرحبا. أهلا وسهلا. يا مرحبا بكم في بيت الشيخ محمد صالح بن علي باعشين من البيوت التاريخية في مدينة جدة. عظيم. عندك هنا نبذة مختصرة عن تاريخ البيت. عمر البيت أكثر من 250 سنة. ما شاء الله. إيه. يا عمو حكي قصة باعشين وأن هم تجار وكيف. طبعا هم تجار. الشيخ محمد صالح باعشين كان من كبار التجار في مدينة جدة. ما شاء الله. وكان رجل عالم وفقيه في نفس الوقت. باب البيت عمره 102 سنة. تاريخ الصنع هنا سنة 1342. هذه شكلها وثيقة كذا أتوقع أنها بالفرنسي. فرنسي؟ المفروض أنك تعرفين فرنسي. أنا أف عليك أعطيني. أيوة؟ جوالك بوريك شيء. إيش راح تسوين بالله؟ دحين حتشوف. ترى كله مترجم. بيت باعشن. اقدر ارسل لك هي لو تبغى. جوالي فانا اللي باخذك ما راح ترسلي. اوكي يلا كمل. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وش المكان الجميل هذا؟ تفضلوا. هذه بعض المعروضات والهدايا اللي اهديت للشيخ محمد صالح باعشين بعد عمره 90 سنه. اللوحات هذه من سنه 58. هذه الصور اللي هنا هذه اول اعداد من جريده المدينه. انت شكلك شيء عجبك المكان ذيك صراحه. هذه الجرايد احب الاشياء اللي كذا مره تعطي شعور فينتج انه قديم. انا صراحه عجبني ان المكان كذا صغير وتحسين كل الكلام اللي يصير مريح. والاضاءه جميله في المكان. صحيح. البيت كله مبهر. الله يعطيك العافيه. وأنا بعد صراحة مشتهي قهوة الآن. والله حلو الجو اليوم تصدق؟ جو جميل صراحة اليوم مرة. الله متحمسة أذوق. إيش قلتي لي اسم القهوة؟ قال اسمها بهارة لاتيه. بهارة لاتيه؟ تعرف ليه قال اسمها كذا؟ ليه؟ لأن البهارات اللي فيها جايبينها من هنا من السوق. قهوة بالبهارات؟ أيوة السوق اللي كنا فيه. والله طعمها غريب بس حلوة. صدق مرة حلو. أيوة في لها طعم قرفة أو شيء. شفتي أبرار إيش قاعد تسوي هنا؟ جهدها جميل جدا في المكان. صراحة مرة. بس اسمع على طاري أبرار خلينا ندخل نسوي ريت للمشروب في جوجل ماب. ضروري الناس صراحة يجربون بهارة لاتيه. بهارة لاتيه اكتب لهم. المفروض اننا يعني صراحة نقلدها هالمرة. ايوه بالضبط. هذه قهوة مد. طلع 5. يستاهل صراحة قهوة البهارات هذه. والله مرة عجبتني انا. عجيب جدا. عبال ما تسوي الريتنج اباك بس تحكيني ايش اكثر شيء انبسطك اليوم؟ انا صراحة مرة انبسطت في المكان السري اللي ورثنا هو. زقاق العطارين. يس بالضبط. مره احب الاماكن اللي ممكن الناس يعرفوها. حلوه صراحه بعد. صح؟ جميل جميل جدا. انت ايش اكثر شيء حبيته؟ صراحه تفاصيل المباني. المشربيات. صح. المبنى نفسه الوانه. yeah. قصص البيوت اللي موجوده. والمكان تحسينه مليء بالحياه. رائع رائع. يعطيك العافيه صراحه. مبسوط انك مبسوط. والله اليوم كان جميل جدا فشكرا جزيلا. الله يسعدك يا رب. لازم تجينا مره ثانيه الصراحه بس اهم شيء جيب معك جوجل مابس. ما طبعا ما ادري بالغير ايش كنا حنسوي صراحه. والله كم ما رحنا بيت باعشن اليوم. بالضبط. رحنا للسياره. الله يعطيك العافيه.